فهاد اللحظه اللي كنسجلوا الفيديو راه 178 مغربي اللي عضهم الكلاب ضل اليوم. علاش؟ لان في السنه الماضيه راه تقريبا 165 الف حاله اللي تسجلت ديال داء الكلاب. وفي هذه اللحظه اللي كنسجلوا الفيديو الكونتور ديال الخزينه العامه للمملكه راه تيدور وتيخرج في العام 90 مليون ديال الدرهم اللي كنصرفوها على هادشي ديال محاربه الكلاب الضاله. ومع ذلك لم يتوفق المغرب في محاربه الكلاب الضاله. اذ كل نهار كتخرج لنا شي ضحيه مغربي ولا اجنبي، اخرهم ديك الفرنسيين اللي مات دناشوا الكلاب الضاله في الداخله، وداك الفرنساوي اللي تعرض للكلاب الضاله اللي تعرضوا للكلاب الضاله في البحر ديال طنجه. طيب الحال بما ان الحكومه فشلات والجماعات المحليه تما فشلوا في محاربه الكلاب الضاله، علاش المغرب ما يفكرش في تصدير هذه الكلاب الضاله الى اسيا، خاصه الى الصين والى كوريا والفيتنام والتايلاند وكاع دول جنوب شرق اسيا؟ لان الكلاب في هذه الدول تمثل واحد الماده اساسيه في المطبخ، خصوصا في لاسوب اللي كيستعملوا فيها الكلاب، وهذا سوق مغري للمغرب. اذا خصوصا اذا عرفنا بان الصين بوحدها كتاكل تقريبا 10 مليون ديال الكلاب في العام، وكوريا 3 مليون ديال الكلاب، وباقي الدول الاخرى كما قلنا الفيتنام والتايوان والكمبوج والفلبين الى اخره. والدليل هو ان المطاعم كثيره اللي كتبيع هادشي ديال الكلاب ديال الماكله ديال الكلاب. عرف سيول بحوده العاصمه ديال كوريا فيها 315 مطعم، ولهذا قلنا بان هذا راه سوق مهم للمغرب. علاش؟ حيت رجعنا للاحصائيات ديال الهيئه الوطنيه للخبراء البياطره، شنو كنلقاو؟ كنلقاو المغرب فيه تقريبا 1.2 مليون ديال الكلاب الضاله، والوزن ديالهم تقريبا يتراوح ما بين 25 35 للكلب. اما اللي درنا حنا لا مويان ديال كل كلب فيه 30 كيلو وضربناه في ديك 2 مليون ديال الكلاب الضاله، راه غنطيحوا في فاصل في واحد 60 مليون ديال الكلاب الضاله القابله للتصدير. وفي كوريا غير كنموذج اللي كيتباع الكيلو ديال لحم الكلاب ب 20 اورو يعني 220 درهم، حنا سيدي في المغرب غنصدروا غير ب 5 دراهم، راه غادي نحصلوا على واحد المبلغ عائد مالي يساوي 300 مليون درهم. اما الى بعنا يعني هاد اللحم الكيلو ديال الكلاب ب 10 دراهم الكيلو، راه غادي المغرب يربح 60 مليار ديال السنتيم. يعني كنا كنخسروا حنا 90 مليون درهم باش نحاربوا الكلاب الضاله، هاد التصدير غادي يولي هو مضخه ديال الموارد الماليه بقيمه 600 مليون ديال الدرهم في العام. ليس هذا وحسب، بل ان هذا التصدير غادي يفتح للمغرب واحد الامكانيه ديال تحرير المدن ديالو من هاد الكلاب الضاله. حيت حسب البياطره يعني الكلاب دائما كتحرك حسب فواحد القطيع، يعني بالدارجه كنقولوا صاروفه، والصاروفه دائما كتكلم كتكون من 10 الى 16. بما ان عندنا حنا 2 مليون ديال الكلاب الضاله، راه معنى هذا المغرب راه فيه 200 الف صاروفه، وكل صاروفه كتحرك في واحد المجال ترابي يقارب 10 مليون 10 عفوا كيلومتر مربع. معناه هذيك 200 الف صاروفه راه مستعمره واحد 200 مستعمره 20 الف كيلومتر مربع في المغرب. وبالتالي اذا تخلصنا من هذه الكلاب الضاله عبر التصدير نحو الصين وكوريا والفيتنام الى اخره، المغرب ماشي غير بحير الملايير فقط، بل غادي يحرر واحد المساحه حضريه قدروا 20 الف كيلومتر مربع، اي ما يوازي 52 مره المساحه ديال مدينه كبيره من حجم الدار البيضاء، او ما يوازي 206 المساحه ديال مدينه من حجم مدينه وجده. لان 20 الف كيلومتر مربع لا مازالاش راه تساوي 3% من المساحه ديال التراب الوطني. اذا اش كيتسنى السيد وزير الداخليه والسيد رئيس الحكومه باش يفعل هذا الاختيار ديال تصدير الكلاب الضاله؟